انا جيت. السلام عليكم. النهاردة عندنا فيديو جديد عن موقع اسمه بريبري. بريبري موقع استثماري، والحد الادنى فيه للايداع هو $6، واول ما بتسجل فيه بيديك $100 هدية. طبعا مش هتقدر تسحبها الا لما تعمل ايداع في خط الفي اي بي مثلا 3 او 4. ماشي، طب بدنا نرد كتير، يلا بينا ندخل على الشرح. مبدئيا عشان تسجل في الموقع لازم تحط الايميل، وبعدين تحط باسورد وتكرره، تحط رمز الامان، وهنا هتحط ايه رقم التليفون بتاع التليجرام. يعني مش مشكله ان انت تحطهوش، او ممكن تحطه اي رقم كيكه، مش هيبعت لك رمز يعني او اي حاجه على الرقم التليفون. تمام، وبعدين تدوس على ريجستر ناو. طبعا انا عندي اكونت فندوس على هاف انا اكونت، وبعدين ندوس على لوجين. طيب مبدئيا احنا قلنا ممكن برضو نشتغل عليه بدون ايداع، تمام، عشان يعني هو موقع استثماري بس ممكن يشتغل بدون ايداع في حال ان انت مثلا لو عايز تفعل خط البي اي بي 1 لازم تبعت الرابط لثلاث اشخاص ويعملوا ايداع في خط البي اي بي 1. في الحالة دي هتروح تبعت للدعم وتقول لهم ان انا عايز افعل خط البي اي بي 1 وبس، وساعتها كده يفعلوك خط البي اي بي 1 مجانا. تمام، طبعا في خط البي اي بي 0 اللي هي بتديك كل يوم 10 سنت، وفي شهر في خلال شهر تديك $3. طبعا الخطة دي للناس اللي مش هتقدر تعمل ايداع. تمام، والحد الادنى للسحب في الموقع عموما بيبقى $1، تمام، ومفيش اعلى من كده. فدلوقتي يلا هوريكم ازاي تعملوا ايداع. هنروح على ريشيرش هنا. طيب هو ده اللينك اللي احنا لازم نبعت عليه $6. تمام، طبعا هنبعتها على عملة اليو اس دي تي، ولازم اهم حاجة تبقى الشبكة اللي هي TRC20، متبقاش ERCA. تمام، فهنروح ناخد وليكن ده كوبي. طبعا انا هشرح محفظة فوز باي. تمام، طيب بعد ما ترسل الفلوس على المنصة هتروح تدوس على سبميت، وبعد كده يدفع لك تلقائيا خط الفي اي بي 1. تمام، طبعا هندوس على لا تجد عنوانك هنا، فهنقوم بربطه، وهنحط الرابط اللي احنا نسخناه هنحطه هنا اهو، وبعدين هندوس على وصلة. تمام، هنرجع خطوة لورا وهتلاقي اتحط هنا. تمام، وبعدين نحط المبلغ بتاعنا اللي هو $6. طبعا السحب بيبقى ايه $1، فلازم تعملها $7 علشان تقدر توصل $6 هناك في الحساب. تمام، عشان لو عملت اقل من كده مش هتقدر تفعلك الخطة. تمام، بعد كده ندوس على سحب، نرجع تاني للمنصة. وبعد ما شرحت ازاي تعمل ايداع في الموقع هنروح نعمل مهمات، فهندوس على خطة الـ VIP 1. بيبقى مسموح لك مهمة واحدة بس في اليوم اللي هي $1. تمام، وليكن مثلا هندوس على دي، وبعدين ندوس على سبميت، وبس كده العملية انتهت. طبعا احنا قلنا ان الحد الادنى للسحب هو $1، فتعالى مثلا نسحب $1 ده، فنروح على ماين وندوس على ويزرول. بيقول لك لازم نحط ايه رابط المحفظة بتاعت اللي هي USDT TRC20. تمام، دلوقتي هنحط عنوان اللي هو USDT TRC20. تمام، وده رمز امان للسحب عشان لو حد مثلا اخترق حسابك ما يقدرش يسحب الفلوس اللي فيها. تمام، فهحط الباسورد وارجع لكم. بعدين ندوس على سبميت، كده احنا اكدنا المحفظه، فنرجع ورا. دلوقتي هنحط الكميه اللي هي عندنا $1، وهنا نحط الباسورد اللي احنا لسه حاطينه من شويه، وبعدين ندوس هنا على المحفظه، وبعدين ندوس على سبميت. تمام، قال لي ان هو نجح السحب، فهنروح نشوف محفظه فوس باي. فهنروح نشوف محفظه فوس باي دلوقتي، وزي ما انتم شايفين جالي $1 بتاريخ 20 مايو. طبعا المواقع لما بتكون في اولها بتكون احسن، وبتكون عندها مصداقيه شويه، خلال مثلا 2 او 3 شهور بعد كده بتقفل، فياريت تستغلوها من دلوقتي احسن. كده انا اكون شرحت ازاي تعمل ايداع في الموقع، عملت اثبات سحب، وقلت لك ازاي تفعل خط الفي اي بي 1 مجانا. تقدر تشارك رابط الحاله بتاعك لثلاث اشخاص، ولو فعلوا خط الفي اي بي 1 هتروح تكلم الدعم وهتتفعل لك مجانا. وتقدر برضو تشتغل على خط الفي اي بي 0، بس هيجي لك $1 بعد حوالي 10 ايام. هي برضو حلوه مش وحشه. وبس وده كان شرحنا الموقع النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك لعجب الفيديو، هسيب لك اللينك في الديسكربشن تحت. سلام.